طب لو حد عايز يكسر الدايره دي، في شرايح كتير في المجتمعات، في مجتمعاتنا العربيه عموما لسه ثقافه الطب النفسي لسه يعني طبعا. هنستنى عليهم شويه، ودينا بنوعي وبنقول كل حلقه. يكسر الدايره دي مع نفسه الاول ازاي؟ يكسر الدايره دي مع نفسه ان هو يبتدي واحده واحده كده، ما يسمعش لكل فكره بتجيله، يعني مش كل صوت بيجي في دماغي او كل فكره تلقائيه هي حاجه صحيحه. في افكار بتجيلنا منطقيه شكلها حلو بس معناها مش حقيقي. يعني مش كل فكره بتجيلي امشي وراها، ده رقم واحد. رقم اتنين، اتكلم عن اللي جواك باستمرار، يعني دور على دوائر ثقه تحكي معاهم، مع صحاب، مع اهل، مع ورقه وقلم، بس خرج اللي جواك باستمرار. طيب لو ما خرجناش يا دكتور؟ ما خرجناش ده بيوصلنا لكبت، فده بيخلي المشكله تتفاقم. يعني بيخلي شويه القلق والتوتر اللي عندي او الشك اللي عندي بيزيد، فانا محتاج اخرج اللي جوايا باستمرار. واستخدم ري اشورنس، اطمن نفسي بامور بسيطه، يعني ادور على معلومات علميه تبسط لي الدنيا، ما تصعبهاش عليا. يعني ما ادورش على اهل الخبره واهل العلم اللي بيعقدوا الامور، لان الموضوع ابسط بكتير ما احنا بنعقده على نفسنا. صح.